أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، حمدا الحامدين، حمدا الشاكرين، حمدا الصابرين، حمدا يوافي لما هو يكافي ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم حليم تب العفو، فاعف عنا وعولنا من مشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا الاخره التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعل دين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايماننا ايمان المؤمنين، واسلامنا اسلام المسلمين، وصلاتنا صلاه الخاشعين، ودعاءنا دعاء المستجابين، واعمالنا اعمال الصالحين، وتعبدنا تعبد القانتين، ونيتنا نية المخلصين، ولنا اهل المتقين، واموالنا اموال المتصدقين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين، وعلمنا علم الفقهاء، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا موت الشهداء، بخير جنة أبرار نبينا والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والشهداء والأولياء والصالحين، وقنا عذاب النار، ولا تجعل من أهل النار من المشركين وكفر من الفاسقين أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وضرر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر إلا أنت. ربنا لا تجعلنا فئة القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتواشعنا وعشنا ومجسنا علمنا ولقائنا وأعمالنا في هذا اليوم الشهر المبارك شهر صفر، هي نواها وفيها حصان هذه ليلة الجمعة، إنك السميع العليم، تولى لنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، لولا في أسبابك اللهم اجعل حياتنا فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.